الجغرافيا ولكن السورية. السؤال هنا سيد النعيمي، إذا ما كانت الحامية لهذه الميليشيات أي أمريكا قد تفاوضت مع تلك الميليشيات للخروج من هذه المناطق تل رفعت وحتى منبج دون عملية عسكرية، بمن تستند، بمن تحتمي هذه المرة قصد في رفض القرار الأمريكي أو المفاوضات مع القرار الأمريكي بخصوص العملية؟ نعم، أشرت قبل قليل من خلال محادثي بأنه ربما قد تفقد الكثير من يعني القدرات الإيجابية من خلال السيطرة والنفوذ، كذلك أيضا دعم الحلفاء، الدعم الاستراتيجي المقدم من الحلفاء، لكن كقدرات عسكرية التي تتمتع بها قوات سوريا الديمقراطية في حال المواجهة مع قوات الجيش الوطني، وكذلك الدعم والإسناد الجوي من قبل الجيش التركي، لا أعتقد أن مقدورها الصمود طويلا. وهذا ما عندما اخذنا بعين الاعتبار ما حصل في مناطق العمليات الثلاث، درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام، التي يعني اليوم نحن نتحدث عن ما حصل ما بعد تلك التفاهمات. اعتقد ان هنالك بعض القوى المحليه رفضت الخروج من هذه المنطقه، وكان هنالك مواجهه مع في القوات التركيه وكذلك ايضا قوات الجيش الوطني ادى بالنتيجه الى انسحابها. يعني التفاهمات، اعتقد ان التفاهمات السياسيه هي اكبر من التفاهمات، يعني اكبر ما يجري ميدانيا، اذا اخذنا بعين الاعتبار ان كل تلك التفاهمات السياسية تخضع لإدارة مناطق النفوذ في الداخل السوري، وكذلك أيضا هي ترتكز في المحصلة على مشروع من أجل البدء بعملية سياسية تشمل تنفيذ مقررات مجلس الأمن. لكن عملية تعطيل قرارات مجلس الأمن، أعتقد أن المنظومة الدولية حتى هذه اللحظة لا ترغب بتنفيذ هذه المقررات، على ما يبدو هنالك بعض الإرهاصات التي حصلت في الساحة السورية.